أهلا وسهلا في من جديد في فيديو مشتريات جديدة. المشتريات زي ما أنتم تعرفوا هي عبارة عن طرود كتب من الخارج تيجي كإكسسوارات للكتب، بلس معها مجموعة من الكتب أو المفكرات أو أي شيء له علاقة بالكتب. فالطرد اللي أنا وصلت عليه فعليا هو عبارة عن واحد أول كريت، تشكيلة ملصقات وأشياء هيك حبشكنات من الأول كريت، و تنين فيري لوت. التنين فيري لوت مفتوحين، طبعا بتعرفوا انه انا بجمع الطلبات بالخزانه بامريكا وبعدين بشحنوا ليها للاردن، فطلبت انهم يضغطوهم قدر الامكان. فالتنين فيري لوت مفتوحين، بلس في اشي مفتوح من الاول كريت اللي هو الصندوق اللي بيجي فيه مجموعه الاكسسوارات بدون الكتاب. فرح نبدأ هلأ بالأشياء المفتوحة والموجودة بالصندوق الأصلي ونعرضها عليكم. قررت إنه يكون العرض بهاي الطريقة يمكن أفضل من المرة الماضية حتى هيك نملي عنا بالأشياء. أول شغلة رح أعرضها عليكم هي شغلة جبتها لزاوية الهواء المطي كاسينج، تقدروا تشوفوها بجولة في مكتبتي، بس شوفوا متضررة من هون للأسف، يعني مع إنها مغلفة وكذا بس متضررة من هون. هي الشخصيتين الرئيسيتين بالقصة. فالملصق عن جد جميل، يعني حنتغاضى انه متضرر بس هو عن جد جميل. قطعة تانية صغيرة كمان جبتها اللي هي ماجنتيك مغناطيسية، وهذا هو السبب اللي خلاني اجيبها. هاي القطعة المغناطيسية بتلصق، هي الامير الصغير حابب اني انا الزقها على عربة الكتب الزرقاء، فهي مأخوذة من قصة الامير الصغير ولهذه المصممة. طبعا برش معدني على شكل قلب، كمان حبيت اجيبها لزاوية هاري بوتر، وحتى طبعا اكيد لأي اشي تاني على اللبس على الشنط. ماجيك هاز كونسيكونس، للسحر عواقب. حلوة. هدول كلهم الثلاثة من الاول كريت. عم بحاول اطلع لكم اغراض الاول كريت لحالها. اوكي، هاي كمان تعليقة من الأول كريت، خليني أفرجيكم إياها. جبتها للزاوية اللي بقعد فيها وبقرأ من سلسلة أنا ما قرأتها بس حبيت الحكي. مكتوب فيها اللي هي Remember that you are a wolf and you cannot be caged. حلوة حلوة، تعليقة جاهزة وبتنحط. في ملصقات جاية هون طبعا للحماية من الأول كريت، هي قطعة واحدة. هي بتقول كمان لنفس الزاوية اللي فيها هاي القطعة راح أحطها، اللي هي A kind act can sometimes be as powerful as sword. التصرفات اللطيفة ممكن تكون بقوة السلاح بقوة السيف يعني. فحلوة بس هاي لازم أفردها بطريقة ما. كمان من الأول كريت أيضا هاي القطعة مغناطيسية، رح أحطها على العربة الذهبية. مكتوب عليها The bright star holds even as the darkness rays، يعني النجمة المضيئة بتضلها يعني ظاهرة واضحة حتى لو صعد الظلام أو سيطر الظلام. أول كريت جونيور monthly readings planners، اللي هي بلانرز بس للأطفال، فحبيتها خاصة إنه هلأ عاملة نادي قراءة لطالباتي، ممكن طالباتي ممكن بناتي. هون الكتب اللي بدك إياها، هون رسمات للكتب، هون الشهري، وهون قائمة الكتب اللي أنت حابة تقرأيها، الكتاب ومراجعته، وعندنا مجموعة مراجعة الكتب. وأتوقع أنه كل شهر رح يمشي بهاي الطريقة اللي هي التقويم الشهري، قائمة الكتب اللي حابة تقرأيها وكل كتاب ومراجعته. فكتير كتير حلو كتير. آخر إشي في عنا صفحات ملونة نوتس، في عنا هون favorite quote ممكن تكون موجودة في نهاية كل شهر، أنا ما انتبهت. هي موجودة في نهاية كل شهر. والمنثلي راب اب اللي هو عن عدد الكتب اللي قرأتيها، نوع الكتب اللي قرأتيها، كتابك المفضل، عدد الصفحات اللي قرأتيها، أقل كتاب مفضل بالنسبة إليك، كتاب لم تنهيه بعد. فحلوة حلوة هي، بس عندها مشكلة فتحها صعب صعب، وأنا ما بدي أفتحها لأنه يعني ما بدي أشد عليها لأنه يعني هي هدية رح تروح إن شاء الله. يعني في صندوق أنا جايبته لها زاوية هاري بوتر،
هذا الصندوق والله ما بيزبط للزاوية، عن جد لذيذ. خلينا نشوفه شوي هيك بتمعن، شيل الأغراض. هذا الصندوق ذكرني بصندوق اللي بيكون فيه فانتاستيك بيست، بس طبعا هو ملوش علاقة فيه. هم كانوا عاملين على فكرة صندوق لفانتاستيك بيست، فحبيت كل الأماكن اللي موجودة فيه لاحظوا خيالية اللي بالصندوق. هو صندوق حقيقي حجمه لطيف، أنا فكرت حجمه كتير رح يكون أصغر من هيك، بس لا حجمه منيح يعني. و بيفتح، حبيته حبيته. إذا هذا هو الصندوق، هذا أتوقع آخر إشي من أغراض الأول كريت المفرد، ورح ندخل على أغراض الفيري لوت. صندوقين مفتوحين سوا، فأنا بصراحة مش متذكرة شو كانوا أغراض الفيري لوت. رح نبدأ بأول إشي وأشهر إشي اللي هي كانت البلانكت، اللي أنا علشانها ما أجلت هذا الطلب. أنا عندي هون طردين فيري لوت، وفي طرد جديد وصل للخزانة، وأتوقع إنه في طرد طايع اللي هو طرد أكتوبر. أنا رسمتهم فيه وقالوا لي رح يا يعودوني يا يبعتوا لي إياه، فطلبت إنهم يبعتوا لي إياه، ولهلأ ما في إشي وصل. لأني أنا حسب ما أذكر حسب فواتيري دفعت حق 5 طرود في طرد فتحناه قبل، وهذه هي البقية. طبعا صعب أجيب لكم إياها، صعب حتى أصور لكم إياها. الأرجح إني أنا راح أجيب لكم صورة إلها من النت، كأنها 6 كريمسونز أوف كرينز. أتوقع أظنها إنها إنساب إنها من 6 كريمسونز أوف كرينز. هون عنا البطلة. لازم أشيل الشمعة عشان ما أولعش فيها، ثواني. هون في عنا البطلة، هون في عنا الدراغونز، وهون في عنا البجعات زي ما انتو شايفين. مش كبيرة ومش صغيرة، زي المفرش اللي انا عاملته تقريبا نفس الحجم، فهو يفترض انها بطانية بس برضو مش تقيلة يعني، بس حبيتها بطانية للقراءة. طيب العلبة هاي يا جماعة فيها الكوسترات، وأنا حبيت الكوسترات بس مش رح أستخدمهم ككوسترات. النية إني أنا بدي أعلقهم بغرفتي، يعني أتوقع إنهم مع ثيم غرفتي، زاوية القراءة اللي بغرفتي اللي لسه ما عدلت عليها، بس إن شاء الله راح أعدل عليها. فالنية إني أنا أعلقهم بغرفتي. وراء الكوسترات في عنا هذا الصحن الصغير التراي، كل واحد يحط فيها الاكسسوارات تبعته، وهو مكتوب عليه كاردن لانه هو ماخوذ من ذا كرول برنس، شخصيه الامير في ذا كرول برنس اللي هو احد امراء الفي، ايش بسموهم، الجان اللي بالغابه. بس هو الاخ الاصغر فيهم وله ذنب، فهي هي الشخصيه. رح يروح عنده يعني، رح أعرضه هناك. البطاقات الأربعة اللي وصلت، طبعا كل بطاقتين بتكون في صندوق، بس لأنه الصناديق مفتوحة مع بعض. هذه البطاقة، هاي البطاقة، وهاي البطاقة، وهاي البطاقة. صار عندي 6 بطاقات، ما بعرف شو بدي أعمل فيهم، ما بعرف الشخصيات اللي بالبطاقات. إذا عرفتوا وحدة من الشخصيات الموجودة في البطاقات خبروني. الرسومات جميلة يعني، كيف ممكن أستغلها؟ ما عندي فكرة. في كمان مفكرة قراءة من الأول الفيري لوت، بس موجود فيها في الصفحات اللي هي الكتاب وتقييماته. يعني هون تكتبي اسمه، اسم المؤلف، نوع الكتاب، صوتي ولا ورقي ولا PDF، ولا عدد الصفحات، وصفيه بكلمات بسيطة وتقييمه. وفي عنا هون اللي هي عملية المراجعة. فالكتاب لطيف للي بيحبوا يكتبوا مراجعات الكتب، انا ما بحب اكتبها ورقي. فهو يعني نوتس لطيف، ان شاء الله كمان هذا بيروح هدايا. اوكي، في عنا كمان علبة الشاي، انا ما بشرب شاي، بس ممكن احط فيها ميداليات الاعشاب، خاصة انه موعودين نستقر في مدرسة هاي السنة. يعني إذا استقريت في مدرسة راح يكون في عندي شغل مرتب على مكتبي، يعني حتى أحس إنه يعني أنا عن جد استقريت. مكتوب عليها death was her poison، يعني الموت كان سمها، and all she wanted was to consume more، وكل ما أرادت أن تستهلك أكثر من أي كتاب. ما عندي فكرة، لكن هي كلها كوتس من كتب معينة. في مج كمان قادم معهم. المج نوعيته مش زي نوعية الأول كريت، الأول كريت من مجاتها ألطف
نوعيتها مش بالحجم، حجمها أكبر بس وزنها كتير 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 وزن. هذا المج، الرسمات اللي عليه هي مذهبة زي ما انتو شايفين، ولا شخصين في المقدمة هون، بس أنا ما عندي فكرة مين بيكونوا. المج جميل يعني، بس ما عندي فكرة مين بيكونوا. أكيد كله بالشيت شيت بيكون موجود، مع إني مش شايفة ولا شيت شيت. في واحد من صناديق مش متذكرة إني أنا وصلت عليه، مش متذكرة كيف ومتى وأين هو وصلت عليه. طيب نبدأ في الكتاب الأول. حلو إن الكتب تيجي بحقيبة مثل هيك. خليني بس أفضل مكان عشان نبدأ بالكتاب. بوك مارك حلوة. أو هذا الكتاب اللي كنت أفكره، هذا الطرد اللي كنت أفكره ضايع. أوكي، يعني الكتاب اللي ضايع مش هذا الكتاب، كتاب تاني. وهاي رسالة المؤلف على لوحة، نحطها كبوك مارك في الكتاب لحد ما نقرأ. وهذا هو الكتاب. كفره الأصلي أنا حبيته، يعني صورة الكفر الأصلي كانت حلوة أصلا، مش بحاجة لتعديل. بس شوفوا كيف عاملين الهارد كفر نفسه ملون وكأنه قماش، يعني الكتاب يعني فخم فخامة. حلو حلو. والرسمات اللي عليه جميلة جميلة. اوكي، وفي عنا شخصيتين الموجودين بالكتاب اللي بعرفه انه هي كأنها بنت منحوسة، او الموت بطارد اللي بيكونوا حواليها، وبكون الموت كشخصية موجود في القصة. جميل صح. نيجي هلأ على الكتاب الثاني. هذا الكتاب اللي أنا مش متذكرة إني أنا وصيت على هيك كتاب وهيك وصف. هاي بوك مارك، ما بعرف من أي شخصية إنسباير. أوكي، لكن حلوة. وهذا رسالة المؤلف اللي موجودة، بتكون على لوحة فنية. والكتاب اسمه The Winds We Burn. اللون تبعه متدرج من تحت بهذا اللون، من فوق بهذا اللون البرتقالي. الكفر تبعه ريفرسبل دكست جاكيت. واو، هيك كتير ريفرسبل دكست جاكيت بقدر اعكسه. شخصية هون مرسومة حلوة، لحظة بجيكم اياها. هون الشخصيات الموجودة، بس أنا مش متذكرة، مش متذكرة أبدا هذا الكتاب، يعني مش متذكرة هذا الوصف الخاص فيه. وهي هون. أوكي، هون اسم الكتاب من الداخل الصفحات. شخصيتين بنات، ومن الجهة الأخرى شخصيتين ذكور. إن شاء الله يكون حلو. أوكي، في قطعة أخرى من الفيري لوت نسيت أفرجكم إياها، اللي هو هذا إيش بسموه؟ الخنجر. أيوة هذا الخنجر، حلو للعرض. هذا الصندوق يا جماعة كان هي مفتوح، كان سعره 8 دولار، يعني أقل من 7 دنانير أردني. فبقولكم يعني هي صناديق بتسوى عن جد، لو كانت في الأردن بتسوى، بس المشكلة اللي هي الشحن الخاص فيها بتخليك تدفع حق الصندوق مرتين. فخلينا نشوف الأشياء الموجودة بهذا الصندوق مع بعض. في عنا أول شيء الواشي تيب اللي جاي مع هذا الصندوق، هو على هذا الشكل، ثيمز هاري بوتر تحس، يعني سوى مش هاري بوتر يعني هاي عثة وليست ايش بيسموها، اول ايش اسم بومة عثة وليست بومة. مكتوبة هون عندها the dream choose the dreamers، الحلم يختار الحالم. حلوة. اذا هذا اول اشي جاي بالصندوق. ثاني اشي جاي بالصندوق
حسيت انه رح يكون حلو على الكرسي اللي عندي الواط العريض، اللون تبعها اسود. ليش انا كنت مفكرة ان اللون تبعها حيكون اشي تاني مش اسود؟ طيب ايش مكتوب عليها؟ مكتوب عليها to the stars who listen، للنجوم اللي بتسمع، and the dreams that are answered، والاحلام التي تم استجابتها او الاستجابة لها. لطيفة. ليب بالم بدون لون، انا بحب الليب بالم بدون لون، ريحته عادية ما فيه اشي مميز يعني، حيضلوا بجيبتي. طيب في عنا هذا البنز كتير حلو، طلع الرسمة عن جد. One does not realize how powerful a dream is. الواحد ما بيتخيل، ما بيستوعب قديش الأحلام قوية. عن جد حلو. عنا هاي البطاقة، ما كيوت بس يعني ما بتزبطش ولا على ثيم عندي. في عنا هاي المفكرة، كم من بلانر صار عنا؟ ثلاثة بلانر. طيب ماشي الحال. في بلانر من صندوق قديم، ريدينج بلانر. ماشي شو فيها؟ أول إشي طبعا معلومات عن الشخص، تخطيط الشهر، الكتب اللي أنت حابب تقرأها هالشهر، ملاحظاتك، أعتقد هذا شرب المية، التاريخ واليومز، والتدو ليست اللي بدك تعملها، هذا تخطيط الأسبوع. بعدها بيجي الكتب اللي انت عم تقرأها، حاطين لها مساحة صغيرة للمراجعة، لكتابة المراجعة، يعني تكتب افكارك فعليا، نوع الكتاب اللي انت قرأته، ريتينج له بالوسيلة اللي انت قرأتها وما الى ذلك. بعديها في اخر الشهر في عنا الملخص لقراءاتك الشهرية، وبيبدأ شهر جديد على هذه الشكلة. لطيف للناس اللي يعني ما بكتبوا اشياء كتير، لطيف عن جد. في عندك هون كم صفحة بس للنوتس، وفي عندك كأنه للسنة end of the year تقدر تعمل wrap up، الاشياء اللي قرأتها اللي تحولت ل لايش اسمه، لفيديوهات، لفيديوهات الاشياء اللي قرأتها واللي انعرضت بالسينما او ما شابه، الكوتس اللي انت حابب تحطها. ففيه صفحات إضافية بالخلف يعني جميلة، هون الملخص أتوقع، وإذا كان الكتاب سلسلة ولا لا. حلوة هاي، ما شفت حدا حاططها إنه سلسلة ولا لا. ترشيحات كتب، لطيف عن جد لطيف. وبعدين يعني منظره كتير حلو، وجلد بتحسي إنه جلد ومحفور عليه. صار في عنا هدايا كتير، صار في عنا هدايا كتير. يمكن تكون الهدايا هاي كلها طلعت قبل الفيديو. الله أعلم، الله أعلم. طيب هلأ الكتاب اللي أنا جايبته اللي هو Dreams Lie Beneath، الأحلام تقع خلف ذلك، لريبيكا روس. خلينا نفتحه. في رسالة المؤلفة مكتوب عليها من الخلف بخط المؤلفة. هذا هو الكتاب. ماشي نفتحه سوا. أيوة في عليه رسمة، رسمة الشخصيات اللي عليه بصراحة فريدة، كتير عجبتني كتير. استنوا اجيبها صح، عن جد لطيف، انا بحب هذا الستايل من الرسم. اوكي، والغلاف نقشة ذهبية بسيطة، ما في صفحات داخلية مصقولة، بس رسمة خفيفة على اتوقع صفحات الفصول وصفحات العنوان، ومن الخلف نفس الشيء. هذا هو الكتاب، يعني شكله جميل، شكله لطيف، وان شاء الله يكون هو كتاب جميل. البطاقة اللي جاية مع الكتاب حلوة حلوة، والأحلى اني انا ماسكها بشقلوب شوي هيك، حلوة حلوة، ممكن اعلقها. وفي كمان شغلة، المجلة الصغيرة اللي بتكون المرافقة للكتاب، موجود فيها تفاصيل كل إشي. هاي حطت لك الغلاف الأصلي والغلاف تبعهم، الغلاف تبعهم جميل، والغلاف الأصلي مش بطال يعني، بس غلافهم جميل عن جد. إذا حبيت هذا الكتاب فيك تقرأ هدول، معناته يعني تقريبا إذا حبيت هدول رح تحب هذا الكتاب، مقابلة مع المؤلفة وتفاصيل أخرى.
هذا بالنسبة لهيك. في شغلة ما فتحتها من الأول، كريت كمان من هذا الصندوق، ما بعرف شو هي، نفتحها سوا. إيش مكتوب عليها؟ collectibles book 10. عرفتهم، صناديق الكتب اللي بتيجي على شكل حديد. هذا هو صندوق فعليا، بس بيجي على شكل حديد. من وين بفتح؟ من وين بفتح؟ في طريقة للفتح. شو مكتوب عليه؟ Black London had lit magics in lit intake over the castles. Black London. اوكي، الكتاب لطيف شكله. ثلاث ارباع الاشياء ما بعرف انا من وين اسباير، من وين ما اخذها او عن مين ما اخذها. طيب هيك احنا بنكون فتحنا كل الصناديق للكتب بصراحه، وانا سعيده جدا بحصيلتي هذه المره. فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات، اكثر كتاب متحمسين كمان اني انا اجرب واقرا، لانه انا هلا عم بعقد مقارنه مش ما بين الاشياء الموجوده في الصناديق، وانما ما بين الكواليتي تبعت الكتاب. هل هو بيستحق 4-5 نجوم او ما شابه؟ فاكتبوا لي ذلك في التعليقات، اكثر كتاب انتم متحمسين تشوفوه، اكثر قطعه شفتوها وعجبتكم، هل ممكن تغامروا تشتروا طلبيات صناديق، هل اذا كانت هاي الفكره موجوده بالوطن العربي ممكن انتم تقبلوا تشتروا منها او تعملوها، لانها عن جد يعني فكره لطيفه جدا وحلوه. يا ريت لو في زيها بالوطن العربي، حتى لو مش انه اشتراك مسبق، لانه هاي الكتب بالعاده بتظهر او بتطلع قبل ما تنتشر، يعني حتى لو كان اشتراك عادي ويعملوها للكلاسيكيات اللي راحت، يعني عشان ما يكون لهم حقوق نشر وطبع، يعني اعاده انتاج للكلاسيكيات مع هيك مع اغراض كتير حلوه لها. بدنا مجموعه فنانين عشان يعملوا لنا هاي الفكره بصراحه. فبس هذا اللي بدي احكي بفيديو اليوم، اشوفكم على خير وسلامه في فيديو جديد قادم. ضلوا ايجابيين، حققوا احلامكم، رب يخلي ولي والدي، رب يرحمهما كما ربياني صغيره، والسلام.